عسلامة عسلامة عسلامتكم الناس كل شحوالكم، إن شاء الله تبدأ في خير ونعمة يا ربي. أنا لاباس والحمد لله، نسأل على حالكم وحوالكم. إن شاء الله أنتم زادة لاباس كما تراوا اليوم. إن شاء الله باش نعمل مع بعضنا خبيزات في الفور، ما شاء الله نودكم ولنشهيكم تريين وبنان، ويجيوا حسيلوا كسكروتات تحبوا تاكلوا بهم، معناتها مرقة اللي تحبوا أنتم، يجيوا حتى فطور الصباح نودكم ولنشاهيكم حسيلو بالحق روعة روعة روعة. اون بلوس ساهلين على الاخر ما فيهم حتى شيء. ما نطولش عليكم اكثر من هكا، اما قبل ما ندخل الفيديو ما تنسيوش تعملوا اشتراك القناة باش يوصلكم جديدي بقدرة ربي. نتوكلوا على ربي ونبداو. لهنا عنا شطر ساشي متاع خميرة متاع خبز، يعني 5-7 غرامات حسيلو حسب كونتيتي متاع ساشيت الخميرة متاعكم ميسالش، ومغرفة صغيرة سكر عليهم شطر كاس ماء دافي، يلزمو دافي مش سخون ومش بارد. بسم الله ونخلطوهم مع بعضهم، مغرفة السكر والخميرة في الماء الدافي هذاك نعاود دافي، سينو راهو ما يتفاعلش الماء متاعكم مع الخميرة، معناتها ما يخمرش، والسكر هذاك يعاون الخميرة باش تتفاعل خير وكل. ونخلطهم ونخليهم يرتاحوا شوي باش نغطيهم انا، ونخليهم 5-10 دقائق ونرجعوا لهم ان شاء الله لطول نعملوا حاجة اخرى. هنا عنا رطل فارينة، يعني 500 غرام فارينة وشوية ملح حسب الرغبة الملح، معناتها قداش تحبوا انتم مالح وإلا مسوس. ندخلهم في بعضهم شوية الملح هذاك اللي حطيته والفارينة، ذهولي سهلة ما فما حتى شيء معناتها كومبليكي حتى التوا، هي بكلها طريقة سهلة وما هيش كومبليكي حتى طرف، وإن شاء الله تعجبكم المهم وتستسهلوها وتجربوها. بالنسبة للماء عندي 300 ملليلتر ماء دافي بالتوتال كل، يعني اللي في الكيس متاع الخميرة وذاك. بسم الله انا هنا باش نخلط بالروبو نتاعي جديد فرحانه به، اما ما يمنعش انتم راه تنجموا تخلطوا بيديكم، يعني في بلاصه 5 دقائق بالروبو وتعجنوا اكثر شويه وكاها 10 دقائق، وكل وحده وذريعاتها، المهم للي في الاخر تحصلوا على بات مزيانه ومخدومه بالكدا وكاها. نخلطوا زاد الخميره هذيك ريتوها كيفاش تفعلت ما شاء الله في الماء نتاعها هي والسكر، نصبوها معاك الفارينه ونبداو بشويه بشويه نتوكلوا على ربي ونخلطوا ونزيدوا بشويه بشويه في بقيه الزانغريديون معناتها بقيه الماء. حبيت نقولكم على ذكر الماء، راهي كل فارينه وكيفاش، فما فارينه تشرب اكثر من فارينه، ردوا بالكم بشويه بشويه. انا في التوتال قلت لكم عملت 300 ملليلتر بين الماء اللي فيه الخميرة والماء هذاك اللي في البول، وعينكم ميزانكم بشوية بشوية اللي تشوفوها كيفاش بدات ما شاء الله تطرى وتشد روح. كما قلت لكم تنجموا تعجنوا حتى بيديكم راهو جوست شوية وسعبيل وكهول اللي ما عندهش عجان. كما ريتوا ما شاء الله البات كيفاش تخدمت مليح وترات بالكدا، خليت لها شويه هكا فارينه في البول ملوطه وغطيتها كما تراو، ونخليوها بين الساعه والساعتين للي تولي دوبل نرجعوا لها ان شاء الله. كيف ما ريتوا ما شاء الله البات كيفاش ولات دوبل، تاو ما علينا كان نخدموها، ما ننساوش نفرشوا شويه فارينه على الكونتوار قبل ما نحطوها، ونتوكلوا على ربي ونفرشوها ونحيوا لها الهواء نتاعها حسيلو، ونبداو نخدموا على رواحنا في الخبيزات نتاعنا. فوالا كيما قاعدين تشوفوا هنا قسمتهم على 3 بارتي، اما انتم تنجموا تقسموا حتى على اكثر، تشوفوا بعد حاسين ونقولكم ان شاء الله في اخر الفيديو، من المستحسن تقسموا حتى على اكثر، وبيان سور كل واحد والبلاتو نتاع الفورم نتاعو قداش طوله قداش عرضه، وسادي بون الفورم اللي باش تعملوها زاد كيف كيف. هذه طريقتي انا كيفاش روليتهم بشويه بشويه، ساعه طرحت على الكونتوار بشويه ومن بعد بديت الرولي بشويه بشويه باش يوليو لي في فورم تاع باجيت، حاجه سهله وواضحه يظهر لي اكثر من هكا ما فهميش. ف
فرش شوية فرينة فوق منديلة نظيفة بيانسور شيحة زادة كيف كيف، ونهز أكل باقيت الحاضرة ولا الخبيزات الحاضرين ونحط فوقها باش نخليهم بعد شوية إن شاء الله يرتاحوا. المهم نكملوهم الكل مرة واحدة ونرجعوا لهم نغطيهم ونخليهم يرتاحوا. ونغطيهم مليح بابي سلوفان، ندوروا عليهم الكل ونرميوا عليهم زادة كيف كيف منديلة نظيفة ونخليهم يرتاحوا 45 دقيقة ونرجعوا لهم إن شاء الله. بل ما يحضروا خبيزاتنا بربع ساعة 15 دقيقة هكاكا، نشعلوا على الفرن متاعنا 230 دقري ونحطوا فيه بول متاع ماء من لوتا بالكل كما في الفيديو معناتها تشوفوا فيه. كيف ما تراو ما شاء الله باجاتاتي ولا خبزاتي حاسيلو حاضرو تبارك الله، خمرو أمورهم سانك سانك. جوست حاجة واحدة فقت كما قلت لكم قبيلة باللي الطبق متاعي ما يكفيش، هذاك علاش قاعدة نقسم فيهم. يعني انتم هاكا عينكم ميزانكم من الأول باش ما تعملوش خدمتين في بلاست خدمة كيف ما عملت أنا هكا، هذاك علاش حبيت نقولكم جوست باش تقراو حسابكم. فوالا ونجرحهم بالطريقة هذه باش ندخلهم توا ان شاء الله للفور. فور كما قلت لكم ديجا سخن عنده ربع ساعة 230 دقري مدة 20 دقيقة ونرجع لهم ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله كما تراو في الخبيزات متاعنا حضروا ما شاء الله، نودكم وننشهيكم ريحتهم فاوحة على الاخر في الدار، فرحانة بالروسات على الاخر زادة طريقة سهلة كما ريتو ما فيها حد شاي لزانغريديون زادة كيف كيف ما فيهم حد شاي بقدرة ربي ما عاش نحيرو. كما تراو فيهم زادة طابو من لوطة ومن الفوق وراهو كل واحد والفور متاعو. نعاود انا حطيتهم في الفور في الوسط حبيت نقولكم 230 دقري، وانتم والفور متاعكم كل واحد كيفاش مستانس بيه باش من بعد ما تقولوا ليش عم تحرقوا ولا قاعدوا معجنين. كما تراو فيهم ما شاء الله طابوا بالقديه شوشين حاسينو ما عندي ما نقول فيهم بالحق، ما نجيكمش بحاجه خايبه والا ما يجنيش حاره. تنجموا تعملوهم كاسكروتيت كيما تنجموا تاكلوا بهم مرقه كيما نعملوهم زاده فطور الصباح. طريقه سهله وان بلوس باس بارتو، يعني ما فماش قاعده وقتاش باش ناكلوهم ولا شنو باش نعملوا بهم. كيما تراو من داخل ما شاء الله جاي طايب امبيكابل، ومن بعد زيد ان شاء الله نقص خبزه اخرى نوريها لكم. عملتهم كاسكروتات كيما ريتو حاسيلو توا قولكم كان نستنى تشجيعاتكم ونستنى لايكاتكم ونستنى رايكم ونستناكم وقتاش تجربوهم ان شاء الله وتبعثوا لي تصورهم على الانستغرام تاعي، تنخلي لكم اللينك تحت البردان فوق وفي اخر الفيديو زادة كيف كيف. حاسين نودكم ونشهيكم وال نتفرج في الفيديو قاعده نسجل وريقتي سالت بورتون راني شبعت منه ما شاء الله. المهم قولكم كان على بروشين ان شاء الله في فيديو جديد بقدرة رب. ما تنسيوش لايكاتكم وتشجيعاتكم، واللي مازال ما اشتركتش مرحبا بها راه ما يخوش من وقتها، كان ثانيه باش تمشي تعمل اشتراك في القناه باش يوصلها جديد بقدرة رب. يلا على بروشين ان شاء الله في فيديو جديد بقدرة رب، ديما بقدرة رب، على بروشين ان شاء الله.